تروي مسرحية روميو وجولييت بنسختها السورية الجديدة قصة طفل سوري جريح حرب لاجئ في الأردن، يتبادل أطراف الحديث عبر سكايب مع حبيبته جولييت المحاصرة في مكان ما في محافظة حمص وسط سوريا، في عمل يسلط الضوء على معاناة السوريين بعد أكثر من 4 أعوام من النزاع الدامي الذي خلف 220 ألف قتيل. اليوم أطفال اللجوء من الأردن وأطفال الحصار بحمص كسروا هذا الحصار ودخلوا، ولكن هذه المرة بالحب، بالمسرح، بالفن، بالحياة، بالأمل، وبالتالي بالمستقبل. نحن نصنع المستقبل. وعرضت المسرحية على سطح بناية في عمان تستخدم كمركز لعلاج وتأهيل ضحايا النزاع في سوريا، حيث يتعالج إبراهيم بطل المسرحية الذي يؤدي دور روميو، الطفل ذو 12 عاما والذي قتلت والدته وثلاثة من إخوته في قصف النظام على ريف الشام عام 2014، والذي كادت ساقه اليمنى أن تبتر وخضعت ل3 عمليات جراحية ولا زالت تنتظر عمليتين أخريين. طبعا كان شعوري أنا كتير من جهة حلو ومن جهة مو منيح، لأنه أطفالي محاصرين، إن ما دخلين كل اللي عم يصير، وأنا طبعا كنت فرحان لأنه رح نوجه رسالتنا للعالم كله. واقتبس مخرج المسرحية الممثل السوري نوار بلبل 7 مشاهد من المسرحية الأصلية، أما المشهد 8 والأخير فأضافه للنص وتضمن صرخات للأطفال المحاصرين في حمص في آخر المسرحية. وتقدر الأمم المتحدة عدد المدنيين المحاصرين بسبب المعارك الدائرة في سوريا، والذين لا تستطيع وكالات الإغاثة إيصال المساعدات الإنسانية لهم بحوالي 440 ألفاً.